تحت عنوان الفلسفة بين بناء الإنسان وتحديات الواقع، أقامت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق فعالية علمية وثقافية بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة. نظمنا هذه الفعالية لهذا اليوم، وسيقوم بعض الأساتذة المختصين بإلقاء بعض المداخلات للتنويه على هذه التحديات التي واجهت سوريا، ولا سيما من ناحية المؤامرة الكونية عليها وأثر ذلك. ونريد أن نقول بأننا لازلنا موجودين حتى اللحظة رغم كل هذه التحديات، كلهم في مجاله، سواء في مجال التعليم والزراعة الصناعة التجارة الاقتصاد وفي كل المجالات. الفعالية تضمنت فقرات ثقافية فنية ومداخلات علمية فلسفية لعدد من الأساتذة والمحاضرين. نحن نسعى في هذه المناسبة دائما أن تقريب الفلسفة إلى الواقع المعاش أكثر، يعني تقارب هموم الناس، هموم الحياة، هموم المجتمع. طبعا الأهم، ربما أهم فكرة في هذا الموضوع هو عودة جامعة دمشق لهذا النشاط العلمي. جامعة دمشق التي خرجت الكثير من الأسماء من المفكرين والعلماء. دور الفلسفة في الوطن العربي يعني دور قليل الفاعلية، لا يعود الأمر للفلسفة وإنما يعود إلى النظرة الفلسفية. نحن عبر التاريخ نقول منطقة فقد تزندق، يعني بمعنى الذي يفكر قد يشز في إطارات متعددة في معالجة واقع معين. يعني بمعنى من يتفلسف هو يعني يتهم بالإلحاد، يتهم بالكفر. الفلسفة في الوطن العربي متهمة بالإلحاد، وهي ليست كذلك بالنسبة لكل شعوب العالم. بالعكس، الفلسفة قيم وأخلاق وتغيير عادات وتقاليد ومكان للإنسان والتطور وإبداع، هذا هو دور الفلسفة. السؤال الأبرز والذي كنت قد طرحته في مداخلتي هو إلى أي حد يمكن للفلسفة أن تعلمنا العقل، أن تعلمنا إشكاليات العقل، الانحيازات المعرفية والمغالطات المنطقية والتشوهات المعرفية التي هي القاسم المشترك الأعظم لدى كل البشر، وسبب مشكلاتنا في الحياة هي هذا الثالوث المؤسف الذي يستخدم فيه الإنسان العقل بصورة لا عقلية وبصورة لا منطقية وبصورة تؤدي إلى المآسي التي يعيشها البشر. الفلسفة ما لها يوم خاص فيها، يعني الفلسفة تنبع من الإنسان بما هو إنسان، ولكن بسبب الظروف اللي احنا اللي عم تحيط فينا من الانحلال الثقافي والأخلاقي والفكري على وجه الخصوص، فيوم الفلسفة له جانب عظيم من الأهمية بوقتنا الراهنة، يعني بهذا الوقت على وجه الأخصية والخصوص. الطلبة المشاركون في الفعالية قدموا مسرحية تمثيلية فلسفية ووصلة غنائية. يذكر بأن الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة يصادف الخميس الثالث من شهر تشرين الثاني من كل عام، وهو التاريخ الذي اعتمدته اليونسكو.